اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد على الأمن والأمان، ولك الحمد على الصحة في الأبدان، ولك الحمد على السلامة في الأوطان. اللهم صل على نبينا محمد وآله في الأولين، وصل عليه وآله في الآخرين، وصل عليه وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر الذلات، ويا مقيل الآثرات، ويا رفيع الدرجات، ويا بارئ البريات، ويا عالم الخفيات. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا عقيما طالبا للولد إلا رزقته. يا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا ملاذ الهاربين، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم في ليلتنا هذه، ولعلها ليلة القدر، وفي ساعتنا هذه، أن تعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، أعتق رقاب أزواجنا وزوجاتنا من النار، أعتق رقاب أجدادنا وجداتنا من النار، أعتق رقاب أعمامنا وعماتنا من النار، أعتق رقاب أخوالنا وخالاتنا من النار، أعتق رقاب أصدقائنا وجيراننا من النار. اللهم اغفر لنا ولكل من دعا لنا، ولكل من دعونا له، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل من أوصيناه بالدعاء، ولكل من أحبنا فيك، ولكل من أحببناه فيك. يا من عنت له الوجوه، وسجدت له الجبال، وخشعت له الأصوات، ورغمت له الأنوف،
لا تفض جمعنا هذا إلا وقد تجاوزت عنا إلا وقد عفوت عنا يا حي يا قيوم إلهنا وسيدنا ومولانا أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات لا تصرفنا من رمضان إلا وقد عفوت عنا أجمعين اللهم إنا نسألك أن تختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اختم لنا شهر رمضان بالرضا والرضوان والعتق من النيران اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الأذلاء الضعفاء نسألك اللهم مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائب الذليل ابتهال من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه وفاضت لك عيناه يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ودرك الشقاء وسوء القضاء وخيبة الرجاء وتكالب الأعداء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك ورحمتك عمن سواك اللهم اصبب علينا الرزق صبا ولا تجعل عيشنا كدا نسألك اللهم أن تعتق رقابنا في ليلة القدر اعتق رقابنا في ليلة القدر واعف عنا في ليلة القدر أغننا في ليلة القدر أسعدنا في ليلة القدر نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا إلهنا وسيدنا ومولانا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين فنخنا ببابك فلا تطردنا لا تردنا إلا وقد غفرت لنا وأعطيتنا حاجاتنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذلات احفظ اللهم على مصر أمنها اللهم احفظ على مصر استقرارها اللهم احفظ على مصر جندها احفظ على مصر جيشها احفظ على مصر بناتها ونساءها وشبابها احفظ على مصر أرضها اللهم اجعلها آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمن المستضعفين في بلاد الشام بدل خوفهم أمنا وهزيمتهم نصرا
وذلهم عزا. اللهم اجمع شتاتهم وحد صفهم اجمع كلمتهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم اجمع شتات المسلمين في ليبيا واجمع شتاتهم في اليمن اجمع شتاتهم في شتى بقاع الأرض. اللهم يا حي يا قيوم لا ترفع لليهود راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. يا حي يا قيوم عليك بالصهاينة المغتصبين وباليهود الملاعين. اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعلنا لختم كتابك الفائزين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين ولوجهك الكريم ناظرين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. أعط اللهم كل سائل في جمعنا ما سأل برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.